لا لا هلا بس انباتت ماتت هلا 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 قام الأفغانيين والألبان بالهجوم على العائلات السورية الأطفال والنساء وضربهم، وحضرت قوة من الشرطة إلى مخيم دريسدن والأمور متوترة جدا. ولا نعرف ما هو الحال الذي سوف يؤول إليه. في هذا المخيم سوريين وأفغان سوريين وأفغان أفراد مين؟ شيشي مدروة يا هو وادي بلاصه ما تاعي سكر بابا خير من عندك سكر واه